للأسف لسبب أو آخر جالك انزلاق غضروفي، وبنتكلم بطريقة أساسية في الفيديو ده على الانزلاق الغضروفي القطني اللي هو موجود في الفقرات القطنية دي. بعض النصائح تنطبق على الفقرات العنقية، لكن احنا بنتكلم بطريقة أساسية عن الانزلاق الغضروفي القطني في الفيديو ده. للأسف جالك الانزلاق الغضروفي دوت، مش عارف تعمل ايه دلوقتي، ايه الحركات المسموحة ليك تعملها وتعملها بأمان، وايه الحركات الممنوعة، هل اروح الجيم ولا لا، ولو هروح هعمل ايه، طب وايه الحركات اللي هتكون ممنوعة بالنسبة لي وايه لا. ان شاء الله في الفيديو جايين نعرف ازاي نتعامل مع انزلاق الديسك اللي حصل، خلاص بقى امر واقع. لو ما حصلكش لسه وانت كويس شوف الفيديوهات بتاعتنا واعرف ازاي تتجنب ان انت يحصل لك حاجه زي كده. اما لو حصل بالفعل النهارده ابدا اقول لك شويه حاجات تبدا تساعدك انك تتعامل بطريقه كويسه جدا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. حالات الديسك يا جماعه من اشهر الحالات اللي بتجي لنا العيادات في العلاج الطبيعي. تتدرج من الم اسفل الظهر بسيط متركز في الظهر، الحالات اصعب شويه ان بيكون في تنميل او تسميع في الرجل، ممكن يمتد لحد الفخذ من ورا او الفخذ من قدام، مرورا بالسمانه من ورا لحد الرجل، والتسميع اللي في الرجل اللي كلنا عارفينه. اي حد مريض ديسك جرب الالم ده ما بتبقاش حاجه لطيفه. بالاضافه للالم ده، بعد ما تاخد الادويه بتاعتك او المرحله الحاده بتاعه المرض بتبدا تهدى شويه، بيكون السؤال اللي بيجي في دماغك على طول، خاصة لو انت شخص رياضي، ايه الحركات اللي ممكن اعملها اثناء التمرين بامان، اعملها وانا مستريح كده وحاطط في بطني بطيخه صيفي كده، ان شاء الله المشكله مش هتزيد، خاصه لان انا لسه متعرض لالم شديد جدا فيها وما عنديش استعداد ابدا انها تزيد او تتكرر تاني، وايه الحركات اللي ابعد عنها ولا اتقي شرها احسن عشان ما تزيدش المشكله. ان شاء الله في الفيديو هبدا اقول لكم على 5 حركات من الحركات اللي ممنوعه تماما ليك اثناء التمرين او اثناء الحركه او في الحياه عشان تبدا تبعد عنها. ما دون تلك الحركات بنقول انه في اختلافات، في ناس ممكن الموضوع يمشي وفي ناس لا، فانت هتجرب الحركات الباقيه واللي يؤلمك فيهم هتبطله واللي لا هيبقى تمام. اول حركه معانا وهي وضع الجلوس، خاصه الجلوس لفترات طويله، خاصه الوضع الغلط اللي بيكون مقتب فيه. نتيجه القعده لفترات طويله الضغط داخل الديسك بيبدا يزيد اكتر، فلما يزيد اكتر يزق اكتر على الطبقه الجيلاتينيه، تبدا تخرج بره اكتر، تضغط على الاعصاب، تزود التسميع. عشان كده دايما هقول لك تقعدش لفترات متواصله اكتر من نص ساعه، دايما تغير وضعك، لو واقف اقعد، لو قاعد امشي، وخاصة القعود خلي بالك منه الجلوس. ثاني حركة معانا ممنوعة ومش عايزك تعملها خالص هي ان انت توطي لقدام مع دوران في عمودك الفقري. يعني عارفين وضع الركوع لما نيجي مثلا نركع في الصلاة، المفروض وضع الركوع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع كان ممكن تحط إناء على ظهره زي كوباية مية تتحط على ظهره صلى الله عليه وسلم، ما كانتش تتقلب وتتدلق. ده دليل على إيه؟ إن ظهره كان مستقيم، ما فيهوش راوندنج، ما فيهوش لفة بالمنظر ده كده. فأنا عايزك وأنت بتصلي اعتمد على إن تحس إن في شد في عضلاتك الخلفية وأنت راكع، الشد بتاع العضلات الخلفية ده معناه إن أنت ظهرك مستقيم. انما ما تنزلش تعمل الوضع ده كده، اي راوندنج او اي لفه في الظهر بالوضع ده كده بتبدا تزود الضغط داخل الديسك، تعمل نفس التاثير اللي فات بتاع الجلوس فتعمل لنا مشكله. وهكذا برضو لو انت مثلا جاي بتتمرن في الجيم، لو هتتمرن تمرين ديد ليفت، طب ما انت طبيعي اصلا بتوطي الوضع ده، فهقول لك التمرين ده ممنوع عليك تماما دلوقتي ولحد فتره مش قليله يعني. وهكذا اي تمرين او اي حاجه، لو هتيجي مثلا توطي تجيب حاجه من الارض وانت راوند ظهرك او بيلف منك بالشكل ده خلي بالك قوي. ثالث حركه انا عايزك تتجنبها تماما طول حياتك، لان دي الوصفه بالظبط اللي اصلا ممكن يكون عملت لك الديسك من الاول، وهي ان انت توطي لقدام تجيب حاجه مع لفه في الظهر. دي وصفه لدمار الديسك بتاعك. دايما بتحصل في ايه؟ السيدات في البيوت مثلا هتيجي تجيب طبق غسيل من تحت، فتلاقي ايه؟ بتجيبه بلفه كده، هي بتبقى واقفه مثلا بتبص لقدام بجسمها وتيجي تجيب حاجه من هنا. طب انت وقعت منك حاجه مثلا، انت قاعد على الكرسي مثلا، فوقعت منك حاجه على الجنب، فهتضطر توطي وتجيبها بالجنب. اوعى تعمل الوضع ده تماما. الوضع ده بيعمل زي تورشنال فورسز او لفه كده على الديسك مع الوضع بتاع التاني ده، زود الضغط داخل الديسك. اللفه دي كمان اكنك عصرت عليها اكتر، عارف لما تجيب كده حاجه في الغسيل وتعصر اكتر، ده اللي حصل بالظبط. فتجنب الوضعيه دي تماما. عايز توطي مثلا وتجيب حاجه تعمل ايه؟ تحافظ على استقامه ظهرك، تنزل كده وانت ظهرك مستقيم عمودي، تجيب الحاجه وتطلع تاني، لا فيها تاني ولا فيها لف، واكيد ما فيهاش تاني مع لف. رابع حاجه، تجنب ان انت تشيل شنط تقيله تماما في الفتره الاولى اللي هي الفتره الحاده بعد اصابتك بالمشكله لمده شهر مثلا، وخليك حذر واتبع الخطوات دي لما تيجي تشيل حاجات تقيله او تشيل شنط بعد كده. ايه الحاجات اللي بتضرك نتيجه تشيل حاجه تقيله؟ اولا ان انت ممكن يكون عندك بور بوستر او الوضع بتاع جسمك مش مظبوط، في شويه راوندنج، فلو شلت شنطه وانت اصلا في الوضع الثاني ده فالشنطه بتسحبك لتحت، فالتحت دي يعني بتزود الثانيه اللي موجوده في جسمك، يعني تزود الضغط جوه الديسك، تبقى مشكله. ثاني حاجه، انت اصلا حد عندك ديسك في مشكله، في الغالب عندك ضعف في عضلات البطن، عضلات البطن او الكور بتاعتنا دي هي اللي بتثبت الجزء بتاع الظهر، فلما يكون ده ضعيف وتيجي انت تشيل حاجه تقيله الضغط كله بيكون على الظهر،
فبيعمل مشكله. ثالث حاجه التكنيك بتاع الشيل نفسه، خلي بالك منه. يعني مثلا لو هشيل شنط ما ابقاش شايل الشنط وسايبها لقدامي، لان قدام دي تعمل تاني تاثير بيتني. لما هاجي اشيل، لو انا قررت اشيل مثلا، يبقى شنطتين في الناحيتين، ببقى فارد كتافي كويس وماسك الشنطتين على جنب بالظبط، وازن نفسي، مفيش ناحيه اكتر من الثانيه، فميل ناحيه فازق على الديسك من جوه فيبقى في مشكله. شايلها كده معتمد على العضلات الثانيه، منشف بطني كويس وانا شايل، وبرده ما بنشيلش اوزان تقيله قوي. خامس واخر حركه هقول لك تتجنبها النهارده، وهي تجنب ان انت تنام وانت وضع لافف جسمك، وضع القطه كده، او ممكن تسميه وضع الجنين، ايا كان وضع الطفل زي ما هتسميه. الثانيه وانت نايم بالمنظر ده كده برده بتزود الضغط داخل الديسك، اللي ممكن يزود التسميع بتاعت الالم ويزود لك المشكله. حاول دايما وانت نايم تنام بالطريقه الصحيحه. طب عايز تعرف الطريقه الصحيحه ومتحمسين، يلا نوصل الفيديو ده ل 7000 لايك. لو وصلنا ل 7000 لايك ان شاء الله هقول لكم بالطريقه العمليه جدا على السرير كده ازاي تبدا تنام بطريقه مظبوطه جدا كمريض ديسك، عشان ما تزودش المشكله اكتر وتنام مستريح. بس كده ابطال، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. تمنياتي لكم بتمام الشفاء، والله انا مقدر جدا الالام اللي انتم بتعانوها. لو حابين استشارات خاصه بيا، لو انتم من بره مصر مثلا او بعيد عن منطقه القاهره مش هتعرفوا تزوروني في العياده، لو حابين استشارات اونلاين تواصلوا معانا. ده اللينك بتاع الفورم بتاعنا بتاع الاستشارات موجود تحت في الديسكريبشن، احجز معايا استشاره. ولو انت في منطقه القاهره او الجيزه وعايز تتابع معايا شخصيا جلسات علاج طبيعي، تواصل مع فريق العمل تحت في الديسكريبشن على السوشيال ميديا كلها، هنقول لك التفاصيل بتاعه الحجز والكشوفات والمواعيد والحاجات دي كلها. بس كده ابطال، كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.